هذه الآيات أبثها لإنسان عنده هموم مثل الجبال. اسمع إلى قدرة الباري جل وعلا. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ما ألد كلام الله.